الكرة عندنا الحمد لله. عندي من 10 ل 14 لعيب موجودين في الدوري في الدرجه الاولى في نادي الجزيره الاماراتي بجانب اللعيبه اللي حكيت لك عليها في المنتخبات. فتجربه بالنسبه لي ناجحه جدا وانا محافظ عليها. انا كمان محافظ عليها. لكن في نفس الوقت لو هنزل مصر فالنادي الاهلي بيتي وهو انا اولى بيه وهو اولى بيا. طب بمناسبه النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي ازاي في الموسم الجديد وخلال طبعا وجوده في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ النادي الاهلي اعتقد الناس كلها شايفه ان هو ما دعمش صفوفه يعني بالقدر الكافي زي كل موسم، وفي نفس الوقت شايفين الزمالك بيدعم، شايفين بيراميدز بيدعم، شايف النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي في الموسم اللي جاي؟ انا هقول لك يا ابو حميد، عمر الفلوس ما بتعمل لعيبه ولا بتكبر النادي. النادي الاهلي كان على مر العصور والتاريخ بيصدر لعيبه لكل الانديه مصر. الكلام ده كان موجود من قبل احنا حتى ما نبقى موجودين. ده حقيقة. يعني كان عندك ثلاث فرق. لو انت هتعتمد على الشراء هيجي وقت ما عندكش فلوس تشتري. وده حصل في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي كل الانديه. دي حقيقة. لو انت ما عندكش قاعده قويه في قطاع الناشئين تصعد لعيبه من تحت، يبقى الغي قطاع الناشئين. وريح دماغك وما تصرفش. اذا انت لو بتعمل قاعده جامده في قطاع الناشئين فانت بتوفر نص فلوسك. او ثلاث ارباع فلوسك. مع كابتن حضرتك بتكلمنا عن تجربه حضرتك في الامارات، انت بتقول طلعت 32 لاعب مثلا الفريق الاول، النهارده النادي الاهلي على استحياء كل 3 4 سنين بيطلع لاعب يعني من قطاع الناشئين. عشان الاهتمام مش بصناعه لاعب. الكوره بقت صناعه مش زي الاول. الموهبه قلت نظرا لعوامل كتير هنتكلم فيها، لكن انا بكلمك ان انت المدرب في مصر باصص للبطوله فاكر ان هو وده اللي وصلوه اللي هم المسؤولين على الانديه ان انت لو ما عملتش نتائج مش هتبقى موجود. هو واصل له كده فبيحارب من تحت على انه يبقى رائد بطوله او صاحب بطوله، لكن مش بيحارب ان هو يعمل ناشئ يلعب درجه اولى في النادي الاهلي. فعشان كده قلت التصعيد من الـ من الـ من القطاع للدرجه الاولى. فالفلوس مهمه بس في احتياجاتي، عندي نقص في مركز معين، عندي نقص في مكان معين، اقدر اجيب لعيب 2 3، لكن مش هجيب 20 لعيب، مش هجيب 18 لعيب. حتى ولائهم دلوقتي الكوره، الولاء مهم جدا في الكوره. في فرق ان انت تتربى في بيتك وانك تتربى بره. طيب خلينا نتكلم كده، والسؤال اللي شاغل كل الاهلاويه، هل النادي الاهلي في خطر في الموسم اللي جاي؟ لا صراحه لا مش في خطر. يعني الاهلي يقدر ان هو ينافس على بطوله افريقيا؟ احنا شايفين دلوقتي على الشاشه المباراه الاخيره للنادي الاهلي مع امام تاون شيب البتسواني، كان يعني شايف ان هو يقدر ينافس بطوله افريقيا؟ شايف ان هو يقدر ينافس على بطوله الدوري العام ويحتفظ بلقب بطوله الدوري العام 41 السنه الجايه؟ خلينا نتكلم على افريقيا الاول. بطوله افريقيا صعبه علينا. صعب علينا. ده رؤيه فنيه بالنسبه لي. يعني ممكن يوصل لادوار المتقدمه لكن صعب علينا. صعب علينا فعلا يعني. طب وده سببه يا كابتن؟ سبب قلة الخبرات، اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش خبراتها مش كبيره. انت مستوى معدلات السن عندك ابتدى يبقى صغير ودي حاجه كويسه. فانت بتبني. يعني انت لسه بتبني. فده بياخد وقت كبير جدا منك عشان تقدر تنافس وتبقى مع نفس اللعيبه الموجوده السنه دي، هي اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت وهي اللي صعدت للنهائي قصاد الوداد المغربي، وزي ما احنا شفنا كمان حتى خسرت البطوله بسبب يعني نقول ظلم تحكيمي، نقول الظروف ما كانتش مساعده، نقول برضو يعني كانوا قريبين جدا من الفوز وتتويج بطوله افريقيا. ما هو ده انت بتاكد كلامي يا احمد ان انت محتاج يبقى في استمراريه. يعني انت مستمر في المنافسه، مستمر انك تبقى موجود، فده محتاج منك جهد جامد جدا. انت دلوقتي في مرحله البناء ومرحله حصد بطولات، فالاثنين مع بعض صعبه جدا. يا بناء يا حصد بطوله. تحصد بطوله اذا ما كان بيعمل مانويل. يبقى فضل انديه وجيب لعيبه وخد بطولات.